ما أن تدخل السوق المركزية في السليمانية حتى ترى ألوان الربيع معلقة على هيئة أقمشة جاهزة للحياكة، بينما أيادي النساء تتفحصها بعناية قبل تحويلها إلى زي كردي تحضيرا للاحتفال بعيد نوروز. في العادة وفي مثل هذا التوقيت تكون حركة بيع الأقمشة جيدة جدا بحكم التحضير لعيد نوروز. هذا العام الطلب كبير على الأقمشة المطرزة والكلاسيكية. أسواق بيع الأقمشة النسائية والرجالية في السليمانية تشهد انتعاشا في الحركة الشرائية، في حين كان اللونان البرتقالي والزهري الغامق سمة هذا العام للزي النسائي، ومشتقات اللونين البني والرصاصي بالنسبة للزي الرجالي. أنا جئت إلى هنا من أربيل لشراء زي كردي. أحببت أن أجرب الشراء من السليمانية هذا العام. كل سنة أجهز أكثر من زي وبألوان مختلفة. للزي الكردي قيمة قومية وتراثية في تاريخنا، ومع اقتراب نوروز فإن الجميع هنا يحيك زيه الخاص لاستقبال العام الجديد بأجمل حلة. ويحتفي المواطنون في إقليم كردستان في العاشر من آذار من كل عام بيوم الزي الكردي لما له من قيمة قومية وتراثية وثقافية في حياة الشعب كردستان. أحاول أن أضع نفسي في مكان المرأة الكردستانية عندما تختار زيها الكردي لاستقبال أعياد نوروز المجيدة، لكنني أقع في الحيرة، فالألوان جميلة كروح الفاكهة تبشر بقدوم الربيع. لقناة زاغروس تي في، شيار محمد، السليمانية.